شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بنتيجه 78-76 فرق باسكت الحقيقه، والنادي الاهلي استعاد سيطرته على الامور في الفتره الثالثه والرابعه، ولكن لم تكن كافيه. يمكن في الثواني الاخيره حسم اللقاء، ولكن محدش يقدر يقول غير النادي الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره. بنقول النادي الاهلي هارد لك، بنقول النادي الاتحاد مبروك. برحب بضيوفي اللي منورين المره الثالثه. كابتن سلاوي اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن ياسر. كابتن طاهر اهلا بحضرتك. كابتن سلاوي اكيد عندك تقوله كتير عن الفتره الثالثه والرابعه، خاصه ان الثالثه والرابعه النادي الاهلي كسبان فيهم. انا عايز اقول مبروك لنادي الاتحاد طبعا، وهارد لك النادي الاهلي. عمل شوط ثالث ورابع من اروع يمكن، عمل رومنتادا عاليه جدا جدا، قدر يعوض فرق السكور اللي كان كبير في الفتره الثالثه والفتره الرابعه. اعتقد تحسن جدا دفاعا وهجوما، ظهر التعاون واضح في الدفاع، ظهر التعاون واضح في الهجوم. اللعيبه بقى في ريباوند، في جري في الخطوط بتاعتهم. تغير الاداء ما بين الشوط الاولاني والثاني والثالث والرابع. بصراحه النادي الاهلي تفوق على نفسه في الشوطين الثالث والرابع. نادي الاتحاد قدم مباراه جيده جدا منذ البدايه، فرض اسلوبه في الاول والثاني، ثم النادي الاهلي فرض اسلوبه في الثالث والرابع. كانت مباراه كبيره ما بين الكوتشين احمد عمر والمدرب الاهلي مستر وستي بوش. اعتقد ان المباراه دي ممكن يتبني عليها حاجات كتيره. في احنا شفنا في فرصه اخذها بعض الناشئين النهارده، ايهاب امين عوده بعد الاصابه كانت عوده جيده، لكن ما زال موضوع الفاول شوتينج وموضوع الريباوند اللي احنا قلنا عليه هو النقطه الاساسيه اللي لازم نتحرك فيها. كابتن طاهر اكيد النهارده يعني خسرنا المباراه، ولكن انا يعني من وجهه نظري المتواضعه طبعا بعد حضراتكم انه كان في مكاسب. يعني النهارده انا اقدر اقول ان في يعني اخد من كابتن سلعاوي بيقول نقدر نبني عليه، لا انا شايف النهارده في مكاسب عديده في المباراه. شايف ابرزها ايه يا كابتن؟ ابرزها ان موضوع الكامباك. يعني انا الاهلي بقاله 3 سنين معودنا ان هو بيفرق وبيقدر يرجع في الكوارتر الثالث والرابع وبيعمل فرق، حتى لو كان مبتدي بداية فيها شيء من المستوى ضعيف التأخر بيقدر يعمل كامباك. بدليل ان في الزمالك حصل نفس الكلام. الزمالك كان يعني في الاخر بعد ما كان حوالي حاجه 25 بونت صحيح. اعتقد في الحدود دي نزل فرق 6 أو 7 بونت وبعد كده وقدرت انت تحط 100 بونت رغم ان انت عندك مشكله في الديفنس وتحط فيك 110 بونت. صحيح. فالكامباك ده اكبر مكسب، وده اللي معودنا عليه النادي الاهلي ان هو ممكن في اي وقت يقدر يرجع. يعني في الكوارتر الثالث شفنا ان هو قدر يرجع ويوصل ويخلي الفرق اللي هو كان وصل 15 بونت و18 بونت في وقت من الاوقات ان هو بقى باسكت. ده شيء. الشيء الثاني كمان ان مفاتيح اللعب يعني من ناحيه ايهاب امين او ابتدى تاني يرجع لمستواه المعهود اللي بيظهر في الاوقات اللي بتبقى محتاجينه فيها. نعم. وخاصة في الهجوم. نعم. ده شيء. الشيء الثالث كمان ان انت قدرت تشتغل تعمل الشغل ده، حتى والعودة والكامباك اللي انت عملته بصورة جيدة بالناشئين زي كريم حاتم، ان يعتبر ان هو البليميكر يعني شال الفرقه في اوقات معينه ما فيهوش مشكله وجاب له 3 بونت. ده شيء. الشيء الثاني انك انت قدرت تنزل لعيب عنده 18 سنه وياخد ثقه ويجيب 3 بونت برضك وكان هو كويس. محمد خيري. فبالتالي ما زال ان في ناشئين بتتعوض عليهم تتعوض رغم انك انت بتحطهم في اختبار. انت بتلعب الاتحاد. نعم. بتلعب يعني ده يعني يعتبر من نهائيات الدوري. منافسك اللي بتلات اخر 4 سنين هو الاتحاد. فدي مكاسب ان انت تقدر تعمل كده في ظل في فرقه بره مصابه. طب خليني اقول يا كابتن برضو ان يعني من وجهه نظري برضو واضيف على يعني من راي حضراتكم كمان او اراء حضراتكم ان احنا النهارده عندنا 6 مصابين
فالنهارده انت بتعمل مباراه وانت غايب السته دول اللاعب الاجنبي كمان. الحاجه الثانيه، احنا لعبنا غير محترف، انت لعبت النهارده غير محترف، ولكن خلينا نتكلم برضو عشان نبقى امنا مع نفسنا. يعني طبعا في حاجات كتيره كويسه حصلت النهارده، ولكن في حاجات كمان النهارده كان عندنا فيها كسور. يعني انا من وجهه نظري ما اعرفش راي حضراتكم ايه تحت الحلقه. احنا قلنا الريباوند زائد الفاول شوتنج بالظبط. النهارده بيبو وانس بيلعبوا باريحيه، مسيطرين على السلتين. النهارده لازم يبقى لها سبب، لازم نحلل ده ليه، لازم نشوف هل يعني بوزيشننج مش مظبوط في الدفاع فهم بيلعبوا، ولا هل احنا بندافع غلط عليهم، بتعمل لهم تكتيك يفضيهم. يعني عايزين نعرف نحلل ده. سبب تفوق النهارده النادي الاتحاد كان تحت الحلقه ايه؟ لان هم النهارده انس احنا حسينا قد ايه هو مؤثر، حسينا النهارده بيبو قد ايه مؤثر. وجهه نظر حضرتك يا كابتن، النهارده كمان الاختراقات، الانسايد بتريشن بيحصل كتير جدا. انسايد بنتريشن مفيش حد بيساعد. يعني بص يا كابتن، بص ده انسايد بنتريشن، ده انسايد خد دريبل من بره 3 بونت لغايه ما وصل المربع، ده انسايد بتريشن. ده احنا دايما اهو ده انسايد بتريشن برضه، دخل ولم كولابس الديفنس وطلع بره. كل البساقة اللي جايه النهارده الانسايد بريتريشن ده اساسه الوان وان ديفنس. الوان وان ديفنس عندك فيه مشكله كبيره جدا النهارده. انت عملت ملاحظه حلوه قوي زي ما اتفقنا قبل كده واتكلمنا فيها كذا مره، ان خبرات الفشل اهم من خبرات النجاح. طبعا يعني النجاح بيداري على اخطاء كتيره انت ما تاخدش بالك منها، انما الفشل بيخليك تأنب نفسك وتحلل وتقول انا ايه اللي عملته، لا لازم نصلح الحته دي لان انا فشلت فيها. فالكلام ده اكيد مش هيبقى بعيد عن اوجستي. طبعا يعني بص يا كابتن، بص كل دي اختراقات بتحصل طالما انت حصل فيك انسايد بتريش. انا فاكر كنا زمان مع منتخب كان معانا مدرب اسمه ماريو بلازوني. ماريو بلازوني يا كابتن كان يقول لنا انت ليك تو انسايد بنتريشن في الجيم، الله قعدك بره. وكان بيحصل كده، يعني كنا نلاقي انا مثلا يحصل مني اثنين، كان معانا في المنتخب كنت اعمل اثنين انسايد بتريشن يخش مني، انا بنفسي اروح على البنش هو بيجيبني تعالى اقعد بره. انسايد بتريشن ده يعني زي ما بيقولوا بيخترق الدفاع، بيدمر دفاعات الفرقه. طبعا لانه خلاص بقى في قلب ملعبك. فهو النهارده الانسايد بتريشن يعني من وجهه نظري، ما اعرفش راي حضرتك. لا كلامك مظبوط. هو 1 ان 1 يعني هو اساس الانسايد بتريشن هو ال 1 ان 1، انت لازم تفتح للعيب زاويه يخش منها، ما يبقاش انت واقف له. وجهه نظري يعني تفتح له السايد لاين حسب ما المدرب يقول. ونبقى متفقين حسب الديفنس، انت بتلعب الديفنس وعشان الزملاء يبقوا عارفين انت بتقفل. الله ينور حضرتك. واخد بالك ده كابتن هيثم عامل وان. بس انا اللي عايز اقوله برضو ان في مشكله في مصر. يعني في حل وفي مشكله. الحل ان انا شايف ان السنه دي الدوري من اقوى الدوريات اللي هتبقى موجوده. في اكتر من فرقه بتريشن يا كابتن بقى. في اكتر من فرقه السنه دي جيده. في اتحاد، في اهلي، في زمالك. بص في بيبو سبورتي. بص بيبو يا كابتن، بص بيبو بيعمل درايف من على 3 بونت بيكمل وبيكمل الكوره. يعني خمسايه بيعمل درايف. النهارده محتاجين نحلل الانسايد بتريشن ده بيحصل فينا كتير. يعني وعندك كمان صانع اللعب بالنسبه في يعني صانع اللعب كان الاول احنا بنلعب. انا كصانع لعب يعني اعرف ان الكابتن هيثم ده واقف على الثري بوينت دي بتاعته. لو في شوطه انا هديها له، لو في سلم هديها لفلان. بص بص وصل فين، بص وصل فين. عملنا كولابس، خد 3 بونت. الثلاثة بونت دي جت ليه؟ عشان الاجنبي وصل لغايه قلب تحت ملعب الباسكت. الخمسه بتوعنا عملوا كولابس عليه، هو فاتح يعني 3 بونت جايه اصلا منين؟ من السايد بتريش. احنا عندنا مشكله بصراحه في السايد بتريش دي واضحه جدا. لا وفي مشكله كمان، مين بيعمل نفس الانسايد بتريشن بيبقى من اخطر لعيبه مصر فيها. بس معدلاتها مع نادي الاتحاد كانت كتير قوي النهارده. لا وكذا واحد يعني عندنا ايهاب امين بينجح، عمرو جدي. في كمان يا كابتن هيثم في عندنا برضو في مشكله، واعتقد ان مستر جوستي هياخد باله منها جيده. انا شايف ان كل البوفوتات واقفه على الثري بوينت. يعني عندك سمحان واقف بره على الثري بوينت. سرحان عندك سيف سمير واقف على الثري بوينت. طب مين هيلم؟ انت عندك الوحيد اللي بيلعب تحت بظهره يمكن عمر طارق. عمر طارق شويه وبيجيب لكن وكيجو. انت كده اصلا وانت واقف بره خارج بوزيشن الريباوند نهائيا، خاصه في الاوفنس. يعني واخد بالك انت خارج بوزيشن، بتعتمد على مين؟ لازم الجردات بقى تنزل تساعد في الريباوند. يعني صحيح. وهو يمكن انا اللي عايز اقوله برضو يا كابتن، يعني انه النقاط دي كلها يعني علاجها سهل. طبعا يعني احنا طالما انت عرفت المشكله فين فعلاجها سهل. يعني الباسكت اصل هو مش كيمياء. انت النهارده عارف انت عندك مشكله في الانسايد بريتريشن هتعمل له ايه، ومعروف ورقه وقلم، اصل ده علم.
عندك مشكله في زي ما بيقول كابتن سلعاوي ان النهارده السلاتر بتاعتك واقفه 3 بونت عشان النهارده دي ليها حل برضه. فكويس ان انت بتشوف المشاكل دي قبل البلاي اوف وقبل البال، بس البال عندنا حاجه يعني بطوله افريقيا اللي جايه. كابتن هو اللي هو البيفوت اللاعب الارتكاز ده لما بيقف على الثري بوينت مش عشان كل مره يشوط، في درايف، في اي حد يجي عليا اباصي، يعني لازم يبقى في تحركات. وبعدين هي الاخطاء دي اتكررت في 3 ماتشات ورا بعض، فطبعا اكيد هتسيب واقع يعني عند الجهاز الفني انه يخلي باله منها يعني. طبعا طبعا. طيب وبعدين زي ما احنا اتفقنا كمان ان دي ماتشات يعني تعتبر الى حد ما، رغم ان احنا بنقول يعني راي كبسه العاوي انه ممكن الاول يبقى فارق عن الثاني وممكن يبقى كلامه مظبوط. طيب انا عايز برضه اقول حاجه يعني وجهه نظري يعني انه مع نهايات الدوري لازم يكون في حكام اجانب من دور قبل النهائي. يعني انا بقول ليه النهارده يعني معلش اداء التحكيم يعني اداء التحكيم لا يرقى ابدا لمستوى الفني في الفرقتين. انا ما بقولش ان الحكام يعني عندهم يعني الحكام يعني مصريين بخير وكل حاجه، لا ولكن ما بيتحملوش الضغوط. فالنهارده معلش انا يعني شايف انه انت بتجيب في الفاينلز، ولكن لا انت محتاج من قبل النهائي. قبل النهائي بقى مباراه جامده الزمالك النهارده. على فكره كابتن ياسر مش لازم حكام اجانب، يعني ما انت في بروتوكول مع بلاد كتيره ممكن تجيب من بلاد قريبه يعني. بس هو يعني جرى العرف ان اللي بيقدر يعني او اللي جه مصر هنا وسدوا جامد وعدوا المباريات من اوروبا انت ممكن تجيب حد مثلا من اسيا مختلف عن لعبك وبتاع، انما اوروبا انت هتجيب النهارده حكام من اوروبا انا يعني ناس يعني خبراتهم اعلى منك. وجهه نظري انه لازم يجي قبل النهائي. انت عندك قبل النهائي بقى جامد طبعا، يعني انت النهارده هتصطدم بالزمالك في قبل النهائي والاتحاد هيصطدم بالجزيره برضو قبل النهائي مش سهل. لا 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 الجزيره فرقه برضو دلوقتي او سبورتنج. فالنهارده احنا بنتكلم ان سبورتنج عامل دوري 10 على 10 بصراحه السنه دي. النهارده يعني احنا شايفين ان الفرقتين عماله تتكلم مع الحكم كلام كتير جدا جدا. بص يا كابتن الحكم هو بص يا كابتن اصله، طب احنا ليه ما بنتكلمش مع الحكم الاجانب؟ الحكم الاجنبي صفرته بتديك حقك وزياده وما بيستمنتظرش وما بيفوتش. يعني انا بص يا كابتن لو الحكم الاجنبي جه عمل نفس الكلام هتلاقي اعتراضات برضه. انا بصفرتي اللعيب بيحس ما بيضعفش نفسه كمان واللعيب بيحس يا كابتن. احنا كنا نحس الحكم ده مسيطر وفاهم وعارف ولا لعيب ما لعبهاش ولا حكم ما لعبهاش. ما هو في حكام بيفوت عليهم حاجات بحس انه ما لعبش باسكت. انا بعمل حاجه في الملعب هو اللعيبه مش سهله برضه ما لعبت منتخبات. فالنهارده لما بتلاقي لعيب صفرت الحكم انا بعرف لا ده انت كده تمام انت ما خدتش اللعيبه التقال بتقرا الحكم من صفرته يعني زي ما بتقرا المدربين. وكان في مدرب بيقول لك كده يعني بالظبط. كان في مدرب بيقول لك كده العب على صفاره الحكم شوف بيصفر على ايه بالظبط. انا ورا حضرتك صح ما ايوه يعني طب النهارده انت ده ذكاء برضه نوع من ذكاء ملعب قرايه ملعب ده برضه. النهارده الحكم كابتن العاوي كان احسن واحد يقرا الحكام استاذ هداف لوس انجلوس يا كابتن كان بينيمهم قول الاجانب كده. بس اللي عايز اقوله يا كابتن انه الحكم لازم يكون. فالنهارده انا الموضوع ما هو انت كده كده بتجيب في الفاينلز البيست اوف فايف الاخيره هات في السيمي فاينل، لان بالمنظر ده كده لا يبقى فيه اخطاء تحكيميه كتير جدا وهنبقى نقعد بقى في ايه في دوامه كبيره. ولكن النهارده الفرق بتقوي نفسها، الزمالك بقى فرقه كويسه، الجزيره بقى فرقه كويسه، سبورتنج بقى فرقه كويسه كويس. وخلينا انا برضو يا كابتن فرصه نحيي النهارده سبورتنج الامانه على المستوى اللي بيقدوه مع كابتن اشرف توفيق المدير الفني السابق للنادي الاهلي بامانه. لا عامل فرقه محترمه جدا وكابتن اشرف توفيق معظمهم صغيرين وكمان كابتن اشرف بامانه من المدربين لازم يديله حقه انه من المدربين اللي بتنجح بيستطيع انه ينجح وهو خارج جدران النادي الاهلي. يعني النهارده يعني في مدربين يعني كتير ممكن تمرن بره النادي الاهلي ما تبقاش بنفس الكفاءه، لان طبعا النادي الاهلي بيوفر لك وبيدي لك وبيعمل كابتن اشرف توفيق سبحان الله يروح سموحه ينجح يروح سبورتنج ينجح سبورتنج 1 نجح سبورتنج 2 نجح سموحه راح يعني قصدي اقول الجيش جيش نجح في الجيش فهو كابتن اشرف توفيق برضه يعني اقامه كبيره ولازم نحييه من هنا كابن من ابناء النادي الاهلي صراحه طبعا طبعا. يعني خلينا نتكلم بكل امان. بس خلينا نرجع لمباراتنا سعيد يا كابتن مبسوط بالمباراه يعني النهارده يعني لا بص انا سعيد بالثالث والرابع مش سعيد بالاول والثاني بصراحه صحيح. لان الثالث والرابع ده هو ده المستوى الحقيقي بصرف النظر عن الاصابات صح. يعني كل فريق بيتعرض للاصابات في وقت من ما بس انت يعني طالع مش زعلان يعني يعني مش زي ماتش الزمالك مش يعني الاداء خلاك شويه راضي راضي بس اللي يعني الحاجه الوحيده اللي بتخلي الواحد يعني شويه ان لا احنا احسن
لا احنا منصه التتويج دي بقينا خلاص اتعودنا عليها وبقينا وداخلين على بطوله صعبه كاس كاس مصر لا بطوله البال صعبه التصفيات بس معاك اربعه جانب ايوه او حاجه معلش يعني برضو انا لسه النادي الاهلي ما اعلنش بس احنا بنقول ان معاك هيبقى معاك محترفين اكيد يعني لسه محترف واحد حصل بس الحمد لله الحمد لله الدنيا كاس خلاص احنا كده انتهينا الحمد لله من الاستوديو النهارده يا كباتن بشكركم طبعا يعني كان احنا بنشكرك على رمضان كريم وان شاء الله الجايات خير ان شاء الله نورتنا يا كابتن سلام شكرا كابتن هيثم كابتن طاهر نورتيني وشرفتيني الله يخليك ده انت اللي منور ومشرفنا بتغطيتك الجميله بتاع القناه فعلا يعني من اقوى التغطيات في القنوات الرياضيه اعتقد اعلى نسبه مشاهده يا كابتن ده مكانكم وانتوا الابطال واحنا الحقيقه يعني بنحاول نبين ونطلع من عند حضراتكم النواحي الفنيه الكبيره اللي احنا بنستفاد منها بشكركم يا كباتن بشكر اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا وانتظرونا في جوله جديده مع الابطال.